السلام عليكم شبيبة. أخ محمد الدساسي، نيسان لوي، راكم لاباس؟ أموركم هانية. الأخ ولا الأخت مريم، الحمد لله. المهم الإخوة، حبيت باش ندير مداخلة على السريع، مانيش الآن نقرأ في التعليقات، وندير هذه المداخلة. كنت ناوي على جال باش ننسحب نهائيا من هذه الانترنت لأسباب مرات صحية ومرات يعني تشوف من أنه الصوت هذا نتاع العقل والصوت نتاع الحكمة مرات لازم يغيب حتى باش فيما بعد. الخطر كاين بعض من الناس اللي هما رؤوسهم مخشان، لو كان ما يخبطش الراس تاعو في الحيط ما يفيقش. بالتالي يدرك هذاك الصوت هذاك نتاع العقل ونتاع الحكمه مرات يولي يصير كانه عائق، رغم انه في الاصل هو الصح، لكن مرات يتطلب على جال باش فيما بعد لازم الناس تدخل في بعضها. لما تدخل في بعضها باش فيما بعد الناس تعرف وش معناتها الصوت نتاع الحكمه. لخاطر هذا الانسان هذا دوك مثلا اللي راهو ياكل ويشرب، ما على بالوش تنصحو تقول له دي مثلا في قضيه ما هكذا تنصحو وتوجهو، ولا ما يفيقش. لو كان ما يتعراش، لو كان ما يبردش، لو كان ما هو يذوق هذيك المرارة نتاع لا سوفرونس ما يفيقش. بالتالي درك هذا الصوت نتاع الحكمة، الصوت نتاع العقل، للأسف الشديد مرات غائب، يكون لأسباب، ومرات هو أنه مغيب. وإحنا للأسف الشديد كيف ما راكم تشوفوا أنتم الآن، الصوت هذا كثير من الناس ما مش حابينه، حابين الفرونتمون، حابين المواجهة. أنا الآن حاب نتحدثكم على قضية هذه نتاع الانتخابات الرئاسية، ونتحدث بحديث موضوعي، حديث منطقي، حديث عقلاني. ما نقولكم لا روحوا مع المرشح الفلاني، أو أنا نفرض الرأي نتاعي عليكم. ويصير الانسان يخون، قال هذا كاو خائن وهذا كاو حركي، مثل ما راكم تسمعوا في تسجيلات، ومثل ما راكم تسمعوا في القنوات الفضائيه، ومثل ما راكم تسمعوا في الشارع، وين وصلت الناس حتى داخل العائلات انها تتضارب في بعضها البعض، بل وصلوا الى درجه نتاع العداوه. درك حنا نتحدثوا عن القضيه هذه نتاع الحراك في الجزائر. كيفاش بدا هذا الحراك؟ كيفاش تطور؟ كيفاش اخترق هذا الحراك؟ يا هل ترى هذا الحراك راه مازال موجه؟ يا هل ترى راه مخترق؟ يا هل ترى هذا الحراك راه هو حقق الاهداف نتاعو؟ يا هل ترى لم يحققها؟ واش لازمنا نديرو احنا في ظل هذه المعطيات، بحيث هو ان الجزائر راها مستهدفه، بحيث وأنه قال رؤوس العصابة راهم موجودين في السجن، بين مشكك وبين مطالب إلى المزيد، إلى غير ذلك من المسائل. ونتحدث بحديث موضوعي وبحديث عقلاني. شوفوا الإخوة والأخوات، كلكم تعرفوا من أنه هذا الحراك في البداية نتاعو ما كانش الجهة اللي علنت أنها هي اللي راها وراء هذا الحراك. كانت هناك نداءات موجودة في بعض المواقع نتاع التواصل الاجتماعي، خرجت الناس، وكانت هناك عوامل اللي هي ساعدت على الخروج، من بينها
الرئيس مقعد مريض، الناس محتارة من يعين من يقيل، ومن حق الجزائريين والجزائريات هو أنه يعرفوا الوضع نتاع الرئيس الصحي، يعرفوا شكون هو اللي راهو يقرر، لأنه هناك اتخذت قرارات خطيرة تتعلق سواء بالأمن نتاع الجزائريين أو تتعلق بالغذاء نتاعهم أو تتعلق بالمستقبل نتاع الأجيال. ومن حق الجزائريين هو أن يشاركوا في هذه القرارات سواء عن طريق الانتخابات أو عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الحوار. إذن كانت هناك عوامل موجودة، كان الظلم، كانت الحقرة، التهميش، البني عميس، الرشوة، الفساد، ضرب الأطناب تاعو في كل القطاعات، والناس صرخت صرخت صرخت، كتبت الناس، تكلمت كذا كذا، ما نفع والو. جات هذه الفرصة مثل ما قلت لكم في تسجيلات سابقة، من أنه كانت هناك أيادي اللي هي كانت تتحرك، من بينها هو أنه كانوا ناس يحوسوا على جال باش يستغلوا هذاك الغياب نتاع بوتفليقة في شخصه، مانيش نحدث على أخوه والعائلة نتاعو، الغياب نتاع بوتفليقة في شخصه يعني في الحالة المرضية نتاعو، كانوا يحوسوا ما يستغلوا هذيك القضية ويدخلوا للانتخابات بدون بوتفليقة، وبالتالي كانوا هما يضغطوا من خلال تسريب ملفات نتاع الشانتاج هذيك، وكانوا مكلفين الناس بها. راكم الآن في الناس اللي كانوا في وقت من الأوقات كانوا يشكوا، والله الآن راكم تسمعوا في التسجيلات، تسمعوا فيها بأذنيكم لما كنت نقول لكم أنا باللي راهم ناس مكلفين بمهمة، وراهم هما يتحركوا، وراها جهات وراهم راها تدعم فيهم، كيف تدعم فيهم، كان منكم كان من يشكك، الآن راكم تشوفوا فيها وتسمعوا فيها بالأذن نتاعكم. إذن كانوا هما ناس محركينهم، كانوا كلهم من أجل ناس يخدموا لسعيد بوتفليقة والحاشية نتاعو، وناس يخدموا للغديري، كاين ناس اللي يخدموا لبنفليس، كاين ناس اللي يخدموا لجهات واحدة أخرى، ويحوسوا على جال كلهم على جال السلطة. ذركا القيادة نتاع الجيش ممثلة في القيادة نتاع الأركان، هما كانوا في ذاك الوقت كانوا مع الجناح نتاع بوتفليقة، ولكن في نفس الوقت هما كما قلت لكم أنا في تسجيلات سابقة كانوا ينتظروا في الوقت الملائم، كانوا هما يحوسوا، لأنه بدون بوتفليقة القايد صالح ما يدير والو، ما يقدرش، هو ما عندوش، هو منظم كما راه منظمة الدولة العميقة، عندها أحزاب وعندها جمعيات وعندها ناس في القنصليات وفي السفارات وفي النوادي وفي كل في كل مكان. قايد صالح كشخص ممكن معاه هكذا مجموعة من ضباط والله، ولكن ماهوش مهيكل، بالتالي هو عنده سلطة القرار في يده. وهذاك سعيد بوتفليقة كان هو في كما نقولوا في مرحلة نتاع ضعف، لأنه قادرين يخرجوا له هذه المادة من الدستور، قال هذه اللي تحدثوا عليها فيما بعد، هذه نتاع 102، وبسلامة. هو على باله باللي راهو قاعد مع خوه يدير في دي زافار وكذا، ولكن إنسان ذيب، ماهوش إنسان قال، إنسان ذيب. المهم درك هذه المجموعة هذو اللي هما كانوا يحوسوا على جل باش ينحيوا بوتفليقة ويوصلوا هما للسلطة، كانوا هما يهاجموا مش في القايد صالح، كانوا يهاجموا في بوتفليقة، وعلى بالهم به باللي راهو ضعيف، وعلى بالهم به باللي راهو في مرحلة انتهى. كانوا يدعموا إذن في بعض المرشحين، وكانوا يخرجوا في ملفات، هما ساعدوا في الوضع انتاع إخراج الشعب، خطر كاين بعض من الناس اللي راهم الآن يتحدثوا يقول لك أخويا يا أخي كنتوا تحوسوا على جلبك كما كانش العهدة الخامسة، هانا بطلنا العهدة الخامسة وهانا زدنا لكم حوايج، رانا دخلنا التوفيق ودخلنا ربراب ودخلنا حداد، واش تحوسوا؟ لازمكم تفرقوا. دوك هاد الناس اللي خرجوهم ضد العهدة الخامسة، كاين منهم اللي هما مومش منتمين لهاد الدول العميقة، يعني الظروف اللي هي دفعتهم على جلب باش هما يلقاو هذاك المناخ يخرجوا ويعبروا.
ولكن اللي كانوا يحوسوهما على انهاء العهد الخامسة كانت عندهم اطماع واحد اخرى. المهم التقات هذيك المصالح كلها وصنعت البداية نتاع الحراك اللي كان منذ البداية نتاعه كان مخترق، ولا زال الى تاريخ اليوم ما زال مخترق، حتى ولو انه يعني الى حد ما الان بدات تتميز الصفوف. دوك نجي ليها ان شاء الله. المهم الشيء اللي حصل واش هو، هو انه ارغم بوتفليقة على عدم التقدم للانتخابات الرئاسية واجلوا الانتخابات. دركا كي اجلوا الانتخابات اعطيت الفرصة للقيادة نتاع الاركان. خلينا دوك انا راني تحدثت على القضية هذه نتاع واش اسمه الاقالة نتاع الجيت صالح. درك هاد الجماعة اللي مع سعيد بوتفليقة ما كانوش حابين هما يخرج بوتفليقة بالتبهديل هذيك، بداو هما يتحركوا مثل ما قلت لكم في التسجيلات السابقة راها موجودة ومنشورة في الصفحة نتاعي في اليوتيوب، يقدر اي انسان يعاود يراجعها. قلت لكم انا هما ارتأوا على جل باش هما يلقاو له كانه مخرج مشرف الى حد ما، راحوا اتصلوا بزروال. درك زروال انسان عسكري وراه ولد باتنا ما يعضش خوه مهما كان الامر، وبالاضافه الى انه زروال كان هو ضحيه نتاع مؤامره تاع جهاز تاع المخابرات بالذات. عيطوا لهما في الاول على هذا الاساس، على انه قالوا دي الجزائر راها مستهدفه والجزائر راها في وضع خطير ومنا من اجل مصلحه البلاد، قالوا دي نتحدث معك في هذا الموضوع. لكن هو لما راح للعاصمه وما لقاش قايد صالح شم الريحه، عرف باللي فيها من بعد هما خرجوا الهضره، خطر هذا درك هذو القياده نتاع الاركان عندهم الاعين نتاعهم راهم هما يتحركوا، خرجوا الهضره. كي خرجت الهضره هذيك قال باللي راه فيه محاوله وفيه كذا، لخطر القايد صالح لو كان ما الحراك الشعبي لو كان لعبوا به هو والجماعه نتاعو، لو كان ما الحراك الشعبي اللي كان هو غطاء، هذو راهم الناس راه تدعم فيهم قوى اجنبيه. بالتالي درك هو كان بالحراك هذاك اللي استطاع هو انه يحاصرهم. درك خلينا حصل الذي حصل هو انه تم خلع بوتفليقة والجماعة نتاعو. بطبيعة الحال الشعب الجزائري هو يعني كيما نقولوا الناس اللي راهم يحوسوا على الخير للبلاد، خاطر الشعب الجزائري هذا فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الفاسد وفيه الانسان اللي راهو تقي وانسان ورع وكذا. المهم يعني عموم الشعب يحوسوا على الخير للبلاد، عموم الشعب راهم ضد الظلم، عموم الشعب راهم ضد الفساد، عموم الشعب راهم يعني ضد هذه الحقره، ضد هذه الفوضى، ضد هذا الوضع اللي وصلت له الجزائر، صارت مسخره. عموم الشعب هكذا. ومليح هو انه قال مثلا درك القياده نتاع الجيش في الفتره هذيك هي انها لم تدخل في مواجهه مع الشعب، وهذا الشيء ثمناه منذ البدايه، وهذا الشيء يحسب للقياده نتاع الجيش هي انها لم تدخل في مواجهه مع الشعب، لم تسل الدماء. ما تنقولوا مثلا ثلاثه ولا اربعه من الناس هكذا، والله كل واحد والظروف اللي هو مات فيها ولا، ولكن مش بالكيفيه اللي راها صرات قال مثلا في ليبيا ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في مصر ولا في تونس ولا كذا، ما دخلتش الناس في مواجهه، وهذا شيء يثمن وشيء نعترف به. والانسان هذا اللي ما يعترفش به هذا انسان ما عندوش الراس. ولكن الشيء اللي هو مش مقبول يا اخي، درك هذه الفرصه جات فرصه تاريخيه، فرصة تاريخية جات للشعب الجزائري برمته، وجات هذه الفرصة لقيادة نتاع الجيش حتى باش هي فيما بعد تمشي في الإطار صحيح. وأنا قلت منذ البداية إذا كان القيادة نتاع الجيش مشات في الإطار صحيح
انا واحد من الناس نكون من الخادم ببلاش، كنت نقول فيها ولا زالني نمشي في نفس الطريق. ولكن يا صاحبي الى متى؟ راه الان ثمن شهر والناس راها في الشارع، تقول لي باللي انت الحراك هذا راهو دركا مخترق. راني قلت انا منذ البدايه والحراك مخترق، درك كاينه ناس اللي راها هي الهدف تاعها السلطه، مش الهدف نتاعها هو خدمه الشعب، هدف تاعها هي السلطه، تروح عصابه تجي عصابه واحده اخرى. بطبيعه الحال باقنعه مختلفه، واحد يجيك بالعروبه، واحد يجيك بالاسلام، واحد يجيك بالحقوق نتاع الانسان، واحد يجيك بالطبيعه، واحد يجيك بالزواوش، واحد كل واحد عنده شعار تاعو، واحد الحريه، واحد العداله، واحد كل واحد كيفاه. ولكن شوفوا للناس هذو، يا هل تراهم كانوا ضد الفساد في هذه المرحله؟ يا هل ترى عندهم مواقف سجلت لهم ضد هذه العصابه نتاع بوتفليقه والجماعه اللي قبله؟ يا هل ترى كانوا مناضلين يسعوا من اجل التغيير؟ شوفوهم هذ الناس اللي راهم مترشحين، هذ الناس اللي راهم هما يخطبوا في الشعب، شوفوهم، شوفوا لهذه الهيئه التي عينت تاع الانتخابات كيف تم تعيينها، شكون هما الناس اللي راهم فيها؟ يا هل ترى دوك في هذه المرحله، دوك انت مثلا نقولوا مثلا انت راك تسكن في مدينه معينه، في مدينة معينة، لنفترض قال تولوز، أنا وين راني ساكن أنا؟ راك ساكن أنت، يجيو الناس يقولوك والله ودي المير هذا إنسان خدام وإنسان ولد فاميلا وإنسان كذا. درك لما أنت تروح في هذيك المدينة تلقى أنت السكنات، وتلقى أنت قال الحدائق الغناء، هذه زهور وهذه عطور وهذه كذا. وتشوف انت الطرقات كيفاش راها مخدومه، تشوف انت شركات، الناس راها تضحك، الناس راها تلعب، الناس راها تخدم، الناس كذا كذا كذا، تقول انت والله العظيم فعلا هذا رئيس انسان خدام وانسان كذا وانسان كذا، صح ولا لا؟ تحدثوا بالمنطق. درك لما انت تروح انت البلديه تلقى انت الميسح في الطرقات والناس عطشانه، الطرق مقطوعة، المستشفيات هاملة، وزيد وزيد وزيد، الإدارة فلسة، إلى غير ذلك من المسائل. درك أنت لما يجيو يقولوك باللي أنت هذا الرئيس نتاع البلدية راهو خدام وراهو إنسان ولد فاميلا وكذا، أيا تقولو أنت يرحم والديك، أيا برك أنا متبلعيط نتاعك. هذا جبتو أنا كمثال. درك انت لما انت تقول لي بلي راهو كاين تغيير، درك اذا كان درك مثلا هذه الاموال التي اتلفت وهذه الاموال التي نهبت وكذا قال راها رجعت للخزينه نتاع الدوله، يا خويا قولوا لنا شحال رجعتوا الاموال للخزينه نتاع الدوله؟ درك هذا النظام اللي راكم تقولوا انتم النظام تاع خوانه، احنا اللي كنا نقولوا بلي نظام خائن ونظام مجرم، يا اخي احنا اللي كنا نقولوا ماكمش انتم، احنا اللي كنا نناضلوا ضد هذا النظام، وحنا ضحايا. كان فيكم واحد ما يتكلم، واحد ما يحل فمه، بالعكس كنتوا تتهموا في الناس باللي خوانا ومثيرين للفتنه وانتم راكم في عيش رغيد وكذا وكذا. دوك الان تحولتوا الى معارضين، يا خويا معليش نبعدوا حنا ونخلي لكم الطريق يا سيدي، قدموا معليش يا سيدي. ولكن نشوفوا أسيدي نشوفوا قال أشياء على أرض الواقع، أنا كي جيب درك هذا المثال نتاع البلدية نشوفوا على أشياء على أرض الواقع، نشوفوا قال مثلا راه عودة الناس اللي راهم كانوا مظلومين ومهجرين من هذا النظام، يا وهادي أنا ممنوع من دخول الجزائر، كيفاش أنت راح تقنعني أنا باللي راه حصل تغيير؟ كيفاش انت تشوف درك الناس هزوهم دخلوهم للسجن، تشوف انت كريم طابو راهو دوك داخل في السجن، وعبد المجيد تبون راه مرشح للانتخابات الرئاسيه هو وعز الدين ميهوبي، فهمني انت دخلها لي في راسي انت كيفاه انا نامن لك بالتغيير؟ نختلف مع كريم طابو اوكي،
ما نتفقش معاه في الاسلوب تاعو، اوكي، ما نتفقش معاه بماله، ولا ما نتفقش معاه هذا بالعربي، ولا مع اي انسان ما نتفقش معاه. قال هذه الطريقه نتاعو ما تعجبنيش، الاسلوب نتاعو ما يعجبنيش، الافكار نتاعو ما تساعدنيش، ما تولمنيش. معاك تجيب لي انت دوك هادو ناس كانوا مرشحين، كانوا هما في هذا النظام، درك من بعد راح تقنعني انت باللي راهو كاين تغيير، هي ما كاينش منها. وكون شفنا نقولوا مثلا خطاب قال مثلا درك راه هذاك مثلا قال القنوات الفضائيه هذه، يا سيدي بما فيها النهار وبما فيها الشروق وتزاير هذه نيوز والاخر والاخر والاخر، راهو كاين قال مثلا اسلوب جديد راني نشوفه فيه. قال راك تشوف انت في وجوه جديده، في خطاب عقلاني، خطاب موضوعي، خطاب. نعم نحن نقر من ان الجزائر مستهدفه، ماشي من الان، ماشي حتى وصل القايد صالح قائد الاركان، جزائر مستهدفه، والدليل في ذلك انها احتلت عده مرات، مستهدفه لموقعها الاستراتيجي، مستهدفه لانه فيها ثروات بترول وغاز والذهب وكذا وكذا، مستهدفه لانها جايه في موقع استراتيجي، الى غير ذلك من المسائل. مستهدفه الجزائر مستهدفه، ونحن رانا نقاسمكم بعض الاشياء، ولكن يا خويا حابين نشوفوا اشياء على ارض الواقع. انا دوك تجي لما تجي انت دوك تقول لي انت باللي هذا دوك القياده نتاع الجيش راهم في الاطار الصحيح، ومنا قنعني باللي راك في الاطار الصحيح. تجي تقول لي دوك باللي انا راهو قال شوشان وقال حسين هارون وقال في الفيسبوك، هضرتو انا داخله منا خارجه منا، فهمت؟ هضرتو داخله منا خارجه منا، فهمت؟ لا تعني لي الكلام تاعو، لا يعني لي شيء. انا نحوس على القياده تاع الجيش اللي راها اون بلاس، نشوف افعال، نشوفها مجسده على ارض الميدان، فهمت؟ نشوف قال مثلا راهو ترفع الغبن تقول لي باللي اسيدي هذه المساله تتطلب وقت. يا خويا معاك من انه انا راني مؤمن من أن التغيير هذا لا ياتي بين عشيه وضحاها، رانا ماشي الان نقولوا فيها، منذ سنوات ونحن نردد في هذا الكلام. حنا مؤمنين من أن العمل الجماعي، ماشي الان رانا نقولوا فيه حتى نتخلق الوضع، رانا قلناه منذ سنوات. نحوسوا على رئيس يكون هو قائد، ماشي الان نقولوا فيها، راه الكلام تاعنا موثق ومسجل. حوسوا نشوفوا افعال دوك. انا باش تجي انت تحشرني تقول لي انت اوقف مع شوشان، الا ما راكش مع شوشان راك مع زيطوط، ماني لا مع زيطوط ولا مع شوشان. شوشان كلام فيه كلام موضوعي، كاين فيه كلام موضوعي وكلام تاع حق نمشي معاه. شفت كلام راهو قال زيطوط ولا اي واحد اخر، نمشي مع الكلام الحق اللي يخدم البلاد، ماشي انا نمشي مع هذاك الا راني مشيت معاه ما انت راني على الصح، والا كان ما مشيتش معاه راني كذا. ماذا انا ما نمشيش هكذاك، مانيش من نوعك. ومرات كاين بعض من الناس يقول يسمع كلام قال مثلا قلته انا، او كاين تقاطع نتاع افكار او كذا، يقول من يقول كاين كلام اللي يقولوا مثلا بن سدير، اي انسان كاين كلام يقولوا القايد صالح كلام محق نكون معاه، يقولوا بن سدير كلام محق نكون معاه، ان نمشي مع الحق، وين ما شفت الحق نمشي معاه. كلام موضوعي، كلام عقلاني، كلام اللي هو يقدم خدمة للبلاد نمشي معاه. درك لو كان نقولوا مثلا احنا منذ هذه الفترة هذه، قال مثلا احنا نحن نعلم بأن هذه الدولة العامقة ماشي حاجة سهلة باش انت تغير دوك النظام، راه دوك هذا التوفيق 20 سنة هو يخدم، راه عنده الآلاف المؤلفة داخل الجيش وداخل الشرطة وداخل الإدارة وداخل المؤسسات وفي الداخل وفي الخارج في القنصليات، ناهيك عن العملاء نتاع الخارج، نحن نعلم ذلك. ولذلك حنا اللي رانا نقولوا هكذا، رانا نقولوا باللي واحد وحده ما يقدر يدير والو.
يا هل ترى احنا قلنا باللي ما نتعاونوش مع المؤسسة العسكرية؟ يا هل ترى قلنا احنا لازم ننضوا ضد المؤسسة العسكرية؟ لا، احنا راهم هما قالوا باللي احنا ما نضربوش الشعب، قلنا لهم اوكي راكم خوتنا ورانا في نفس السفينة والجزائر مستهدفة، ولكن ارواحوا نتعاونوا مع بعض. انت لما انت دوك يجيو لك يا خويا، انا شخصيا دوك مثلا انت يجي لك يعيط لك القنصل، يعيط لك يقول لك يا ودي احنا رانا على بالنا بك باللي راك مظلوم، وعلى بالنا بك باللي القضيه نتاعك راها كذا وكذا 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 وكذا، هاو الباسبور تاعك، ولكن الظروف تاعنا قال مثلا في الجزائر هذا راهو حق نتاعك مش مزيه، قال مثلا الظروف تاعنا في الجزائر تتطلب من انه قال مثلا تكون جهود والله كذا وكذا وكذا مع بعضنا، حاولوا انه قال مثلا ما على باليش انا راك تقول في كلام ربما مش وقته ربما كذا، راني انسان عاقل مانيش انسان ما على بالوش واش راه يقول. انا قلتها لكم عشرات ومئات المرات، اذا كان الكونت نتاعي في الفيسبوك والله في اليوتيوب راه هو يساهم في تعفين الوضع نغلقه، ما عندي ما ندير به. اذا كان انا تشوفوا باللي اعدامي في ساحة عمومية يخدم الجزائر، ايه نجي لكم قطعوني كل واحد يدي مورسو. راني نتحدث لكم بكلام تاع منطق ونتاع واقع ونتاع عقل، انا مانيش من نوع هذاك اللي يدغدغ العواطف يلعب على الوتر تاع الوطنيه وتاع التاريخ وتاع تاع الاسلام وتاع كذا، كلام موضوعي وعقلاني. دوك حنا لو كان شفنا هاد الناس راهم دوك هما يمشيو في الاتجاه الصحيح. قال مثلا دوك انت تشوف اللجنه، اولا كان هناك حوار، شكون قاد الحوار؟ هذا كريم يونس معروف، معروف بالولاء نتاعو، هذا شرفي معروف بالولاء نتاعو، الناس اللي داروهم في اللجنه نتاع الحوار معروفين، والناس اللي داروهم في اللجنه نتاع الانتخابات معروفين، وحتى منطقيا وبراغماتيا وموضوعيا وعقليا راك راه انت دوك دير انت هذه اللجنه اللي هي ترقب لك الانتخابات على مستوى 48 ولايه وفي القنصليات في الخارج، لازم لها اموال اولا، لازم لها كوادر، لازم لها إدارة، لازم لها كذا، وهذه لازم لها وقت، ما تقدرش انت تديرها في سمانة ولا في 10 أيام، من المستحيلات السبع تديرها في سمانة ولا 10 أيام لما تكون ديجا تخدم بالجهاز تاع النظام. وحنا هذا الشيء اللي رانا نقولوا فيه، انا مش حوس على الرئاسة، يو احنا نحوسوا على مصلحة البلاد. درك انت لما تروح انت بهذه الكيفية، هذا الرئيس اللي راهو جا يعني قادرين يقتلوه، هذا الرئيس اللي انت راك تحبه وانت اللي تعاونه وانت اللي كذا، وين رايحة تبان القوة نتاعكم انتم مع قوة صدام؟ واحد يهضر لي انا على واحد قالها وكان مع صدام، يو صدام ذبحوه، واحد يهضر لي مع واحد كان يهضر مع صدام، صدام ذبحوه، قذافيكم شفتوه، الجيش ما ينفعش، القوة ما تنفعش، ترهيب هذيك ونهزوكم ونديكم ونذبحوكم، يا دي بركاك من الهضره نتاع نتاع تاع واحد انسان راسه مبلوكي وحاسب روحو راهو داير مانيش عارف، وين راح تبان انت الغراط؟ راح تبان القوة نتاعك انت، وعندهم البحرية وعندهم وراه خايفة منهم اسرائيلي، قسما بالله غير بالبوطو هكذا يمسحو جدك طول. هضروا هضرة عقلانية، هضرة موضوعية، كم تخاطبوا في عقول، ماكمش تخاطبوا في ناس اللي راه الروس تاعها مسكرة. الجزائر مستهدفة راني معاك، ولكن احنا وش اللي رانا نقولوا فيه؟ احنا نحوسوا على جل باش نغيروا النظام، انتم راكم تحوسوا على تغيير النظام، رانا معاكم. ارواحو نتعاونوا كيفاش هو انه نديروا وسائل وامكانيات اللي هي ما تخليش النظام يتجدد. تا دوك لما انت درك قادر مع هاد الناس
هو دوك بهذا اللجنة هذه اللي داروها يعطوهم تعليمات، يعطوهم تعليمات، قال فلان ما يفوتش، فلان ما يفوتش. ها قال دوك الناس راه تهضر على التبون وهو مرشح تاع النظام، وهو مرشح تاع النظام. قال تلحق ثم اللجنة هذه تاع المراقبة تاع الانتخابات، قادر قادر هذا النظام قادر يدير كلش، ما يعقبوش. ومن بعد قال الناس ها يخقلنا لكم احنا، هاكم انتم برك اللي راكم تقولوا باللي هذا راهو تبون نتاع مرشح النظام هاو كذا. ومن بعد يجيبوا لك الناس، هما راهم يحوسوا على واحد. دوك هما باش انت تعرف التوجه نتاع المكتب، تعرف تعرفهم من خلال فرز المرشحين. دوك يفرزوهم، يعقبوا خمسة ولا ستة من الناس ولا سبعة حتى العشرة. كي يفرزوا المرشحين يبدا يبان المرشح نتاعهم الى اخر لحظه. ولكن كي انت دوك راك راح دير الرئيس، كاين بعض من الناس اللي راهم دوك مرات على مرات هكذا لما تحدثهم انت، قال مثلا على شخصيات وقياده جماعيه، يقول لك اودي هذو راهم عندهم معارضين، راهم عندهم معارضين، وهذو راهم يمثلوا 20% ولا 30% ولا وسمو، ما راهمش يمثلوا قال الاغلبيه. ومن بعد لما تكون في الانتخابات يقول لك واش عليها اخويا، حنا نديروا انتخابات وراه المشكله اخويا، نديروا انتخابات حنا وخلي المهم تكون 15 ولا 20% والله، والمهم يكون رئيس منقص الشرعيه خير من رئيس خير من بلاش. يكون في نفس القضيه، فهمت؟ نفس القضيه، حنا نحوزوا على جال عمل جماعي، تؤسس هذه الدولة على أسس صحيحة نشاركوا فيها، مش يجيبها لي أنا واحد هو رأيه يحب يفرضه على الجميع، أو واحد مرشح نتاعو يفرضه على الجميع. أنا كي نقول باللي أروح نتعاونوا مع بعضنا، نقترح فلان نشوف فيه مواصفات قال نتاع تنطبق مع المرحلة، تنطبق مع الأخطار هذه اللي راها موجودة، فهمت؟ كاين هناك اخطار، كاين هناك ازمات راها موجوده في العالم، والجزائر راها محتاجه الى انسان حكيم، الى انسان عاقل، الى انسان مجرب، الى انسان كذا كذا كذا، ويكون مش متورط مع هذا النظام على الاقل من 92 وقلب لهون. هذا الانسان اللي كان هو بعد جماعه قالوا واش رايك في فلان، من جهه تهضروا على الدول العميقه وتقولوا باللي هذه الدولة العميقة في وقت من الأوقات كانت مانعة الناس، وكانت اللي تشوف فيه الريحة تنحيه، ومن بعد هو قاعد ثم ما على بالهمش بيه، وخدام معاهم. هذا واحد من الفروق نتاعهم اللي كان يخدم مع النظام طيلة هذه المدة، ومن بعد يطلع لك، يطلع لك إنسان ما راهو عنده تفسير تاع القرآن على المذاهب الأربعة. جماعة الخير، حوزوا على خطاب عقلاني. أنا شخصيا كاين بعض من الناس اللي ربما يقول لك هكذا سيدي أعطينا حلول وكيفاش 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 كذا. أنا مانيش من النوع اللي يفرض الرأي نتاعو. الناس اللي راكم مقتنعين بالانتخابات، مقتنعين بمرشح معين، دبر روسكم، أنتم أحرار، أنا ما نفرضش عليكم رأيي، ولكن الشيء اللي نقول لكم الأيام بيننا، كلام تاعي راه مسجل، راه موثق واحتفظوا به. الأيام بيننا، بعد عام بعد عامين تعودوا ترجعوا للهضره تاعي، وكلامي راه مسجل سواء كنت حي ولا ميت. الناس اللي راكم مؤمنين بالمقاطعة تاع الانتخابات، المقاطعة بدون طرح بديل أراها خدمة لهذه العصابات. والأيام بيننا، وراكم في اثنين راكم تضيعوا في الوقت. كي الناس اللي راهم دركوما مشاركين في الانتخابات بحجة راهو ناطوع الأبواب، راهم نفس الشيء. أنا مرة كنت نسمع في اسمح لي شجاع وحسين مع احترامي لكم، والله مرات نسمع في هضرتكم غير هضره نتاع خالد بونجما، سمحوا لي نفس الهضره، وعاودت بدلت الاسم.
يا صاحبي لحقت الناس لحتى لهذه الدرجه لهذا المستوى هذا يا صاحبي؟ حوسوا على عمل جماعي، حوسوا على مخرج الناس تشارك فيه كامل، تلتقي الناس. اخويا انت عندك توجه علماني، توجه اسلامي، راك انت بعثي والله ما على باليش انا واسمو. كاين هناك قواسم مشتركه، لما تركح البلاد وتبنى دولة نتاع المؤسسات فيما بعد اخويا كاين قوانين، راك انت تروح دير حزب ولا دير جمعية ونشط على روحك، ربي يعاونك. الدولة نتاع المؤسسات ماناش بانيينها، وكل واحد روح انت مشي معاه وهذا هو الصح. لا، ارواح كامل نتلاقاو في اطار عام الخصوصيات، كل واحد عنده الخصوصيات تاعو. شوف لي ذوك، انا قال هذا تحط لي هذا فلان، تحطهم الملائكه والاخر تقلبوا شيطان. لا، كاين كلام راهو يقولوا زيطوط الى حد ما لا اتفق معاه في بعض الاشياء، لا اتفق معاه. ونفس الشيء فيما يتعلق ذوك، باش تجي ذوك انت في ظل هذا الاختراق، كاين ناس راها مخترقه هذا الحراك اللي هي تاع الدول العميقه. شوف روحك انت مرات وانك انت المصالح، ماشي تقاطع انت افكار والله، مصالح مرات انها تلتقي مع بعضها البعض. تلقى روحك انت في نفس الخندق، تلقى روحك انت في نفس الخندق مع الماك، تلقى روحك انت في نفس الخندق مع الدول العميقه، وفي المقابل قال راه القايد صالح، وتلقى روحك ثاني ايضا في نفس الخندق مع عز الدين ميهوبي ومع خالد بونجمة ومع كذا. يا خويا ما كانش راي واحد اخر والله، كاين غير الراي هذا هو انه نمشي انا مع القايد صالح، ولا نمشي مع زيطوط، ولا ما كانش راي واحد اخر والله، ولا نمشي مع القايد صالح ولا مع فرحات مني، ما كانش راي واحد اخر والله. كاين اراء، كاين اراء كثيره يا خويا. ارواح نلتقيو، فلتؤجل هذه الانتخابات وراه المشكل. يعني الناس عندها اكثر من 5 سنين وهي بدون رئيس، تؤجل هذه الانتخابات، تؤجل فيما بعد تكون هناك شخصيه. مرات بعض من الناس يروحوا لك غير في التفاصيل، يغوصوا لك في التفاصيل، كيفاش وشكون اللي راه راهي عين الشخصيه هذه، وكيفاش هذه الشخصيه راهم رايحين يتقابلوا عليها وكذا. باش عينوا هذا كريم يونس ما كانش، معليش هذا امر واقع. وباش عينوا هذا اللي حطوه على اللجنه نتاع الانتخابات، الناس اللي عينوا هذا كريم يونس والناس اللي عينوا هذا اللي حطوا هذا في اللجنه نتاع الانتخابات قادرين هما يجيبوا شخصيات مقبوله. كائنا من يكون هاد الناس، سواء في المخابرات ولا في الجيش ولا في في في, في ما على باليش انا، مجانين ولا جنون والله، قادرين يجيبوا شخصيات اللي مقبوله، غير متورطه في الفساد، غير مشاركه مع النظام في هذه العشريتين هذه. وخلي يا سيدي يروح حتى قلت لك انا للتسعينات، من التسعينات ورواح، اللي شارك في الانقلاب او كان مع هذا النظام طيله هذه المده، يا خويا جبد روحك ليه؟ تحوسوا على التداول السلمي على السلطه؟ التداول هو انك تجبد روحك، راك شاركت في هذا النظام. لا فقط هو انه الانسان اللي شارك يكون رئيس والله، ما له ذوك 40 مليون يكون رئيس، راك مشارك مع النظام، سواء كنت رئيس ولا كنت مرؤوس، سواء كنت مدير في وزارة الداخلية ولا كنت مدير في بنكة، راك مشارك مع النظام. والتداول على السلطة هو أنه تخلي وجوه جديدة، تخلي هو أنك ترسم أنت معالم للأجيال اللي راها جاية. تؤجل هذه الانتخابات، يتعينوا ناس في المستوى في لجنة الحوار، يكونوا ثلاثة. انا اقترح ثلاث شخصيات، اقتراح مش الالزام، اقتراح ثلاث شخصيات، وتكون واحده من بينهم امراه،
زوج شخصيات هكذا انت وحوار، ناس يؤمنون بالآراء، يؤمنون بحرية الفكر، ناس تتناقش يا خويا، واحد علماني، واحد عنده توجه إسلامي، واحد وطني، واحد تناقش الناس حول قواسم مشتركة، قواسم مشتركة اللي ما فيها حتى نقاش. الأشياء التي نختلف حولها هذيك لازم لها مناخ واحد آخر، لازم لها نقاش واحد آخر، ولازم لها استفتاء، لازم لها كذا، لازم لها انتخابات، لازم لها كذا. تناقشوا على الأطر العامة، تتناقش الناس حولها. من بعد سيدي الناس راها تطالب بذهاب هذه الحكومة، تروح تراك رايح تسعى من أجل تغيير نتاع نظام، ماشي تروح لي نتا قال لي ما على باليش أنا والمادة كذا من الدستور، يا ودي روح تحمل على روحك، وروح روح ركب راس، واش من دستور تحكي لي عليه؟ دستور تاع بوتفليقة اللي داروا، انت من جهة تقول عصابة، ومن جهة خلاو البلاد، ومن جهة خونة، وقاعد تجيب لي كشغل هذاك الانسان اللي راه درك هو الخنزير حرام والكبده نتاعو حلال، راك دير في نفس الشيء. ما دام انت راك ضد نظام، ضد هذه العصابه، الدستور يا سيدي موش الوقت للنقاش حوله، موش الوقت للنقاش حوله. الان درك الناس تتفق حول، قال درك الحكومة هذه أنا راني اقترحت هو أنه يكون هناك مؤتمر، يا سيدي ديروا الدولة، هاي يا سيدي دير الدولة، ويكونوا ناس راهم يعرفوا عندهم الأجهزة نتاع الأمن وراهم عندهم كذا، يجيبوا هذا النخب هذه على المستوى الولايات واللي راهم شاركين في الحراك، ناس مقبولين. لما انت دوك انت قال مثلا في برج الغدير مثلا، انت لما تروح تجيب لي انت دوك واحد راهو الناس يعرفوه، قال هذا راهو انسان متخلق، وانسان ولد فاميلا، وانسان عنده مستوى لاباس به، وانسان كذا وكذا، ويشوفوه الناس يعرفوه، يقول لك والله ما شاء الله. يعني نعطيك كمثال من الواقع، هذا سليمان شمنين هذا درته انا من حزبيه ما درتوش، ولكن نقبله. لماذا؟ لأنه قال إنسان ما راهوش متلوث بالفساد، ما راهوش كذا، إنسان مقبول، جاء جابته الظروف، راهو درك قال مثلا اقترح على جلب باش هو يسير مرحلة معينة إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني والله، وقال راهو إنسان مقبول كمثال. أنا دوك لما نشوف أنا واحد على رأس اللجنة تاع الحوار، قال مثلا واحد كيما بن محمد، علي بن محمد راهو رئيس لجنة تاع الحوار، انسان موش متورط في هذه الفطرة، مثلا 92 ورواح لهون، ما وقفش قال مع بوتفليقة والله، قال راهو كذا والله، كان راهو يسير والله، كان انسان راهو مخرجو لا روترات والله. نشوف انا شخص انسان مقبول، راهو يقبل هو بالتغيير، عنده النية تاع التغيير، انسان مش ملوث مش كذا، نقول لك انا ما شاء الله ما شاء الله. تحط لي انت واحد قال مثلا في المراقبه نتاع الانتخابات، قال مثلا ما على باليش انا انسان خبير مثلا في الدستور، وانسان قال مثلا قانوني، وانسان كذا وكذا، ومعاه شخصيات ناس نظاف وموش متحزب، ما عندوش كيما نقولوا توجه هكذا، خاصه هذو اللي متحزبين، هذا اللي متحزب غير سي بالبا تهضر عليه، موش متحزب. تحط لي انا شخصيه مقبوله يا خويا، نقول لك بارك الله فيك، نشوفوا حنا يا سيدي نتوما نوبوا على الشعب، تا مخليها وقول لك انا كيفاش روح نتوما تلاقاو نتوما تفهموا، ما تفهمش الناس خطر عليها، ما كاينش المؤسسات، كل واحد حاب يكون هو، لكن انت اللي راه المؤسسات خاضع عليك، انت اللي راه التلفزيون خاضع عليك، والبنوك خاضع عليك، والمؤسسه نتاع الجيش راه تحت يدك، تالي تقرر، مانيش انا لو كان جات راها في يدي القرار في 24 ساعه نفريها لكم، 24 ساعه نفريها لكم والى الابد، بصح القرار انا مش في يدي انا، قال مثلا انا نجيب قال ها هو رئيس حكومه انسان مقبول، ها هو قال رئيس تاع اللجنه تاع الانتخابات رئيس مقبول، ها هو رئيس اللجنه تاع الحوار
مقبول وقال الى مرحله ها حكومه قال مثلا تمشي لمده شهرين والله حكومه مقبوله وقال ها رئيس لجنه الحوار تتناقش الناس كذا تلحقوا الصيغه قال هاي القوانين كذا وهاي كذا وهاي كذا والقوانين تكون فيها شروط قال مثلا يشترط في هذا الانسان اللي راهو درك هو كان مشارك مع النظام ما كانش الترشح والو فهمت في هذه المرحله قال تحدد مثلا مانيش عارف انا قال 10 ولا 15 سنه اللي هي تبنى فيها هذه الجمهوريه الجديده انت رايح تجيب لي انت بنفس الناس يا ما يخطيكش من الصف الاول يجيك في الصف الثاني يجيك في الصف الثاني الصف الثالث في الصف الرابع يلحقك يعاود يجي يوصلك ما طلعتش انت رئيس حكومه يطلع لك مدير كان يخدم في الداخليه يطلع لك ثم يعاود يجيب صحابه فهمت هاو قدامكم هاو قدامكم واسمه مصر هاو السيسي كان مع مرسي والله ما كانش معاه ومن بعد يلا دار عليه تقلب عليه نفس الشيء خطر على كاينين الناس اللي هما تسكرهم السلطه يسكرهم الجاه تسكرهم الاموال تسكرهم المواقف كاين الناس اللي هما عندهم مواقف ثابته وعندهم مبادئ ما يتبدلوش وكاين الناس اللي غير يغتر برك والله تعرض عليه منصب الله بالسلامه بالعافيه لذلك الاخوه والاخوات باش ما نطولش عليكم لازم الناس تعرف باللي القضيه لا تتعلق بمرشح زيد ولا عمر من الناس احنا ماناش في منافسه وراه قال كل واحد يعرض في السلعه نتاعو ما لحقناش لهذاك المستوى احنا الان رانا نريد ذهاب نظام وبناء جزائر جديدة بوجوه جديدة بعقليات جديدة بأفكار جديدة بأسلوب جديد بمشاركة الجميع والمشاركة نتاع الجميع نتحدثوا في الإطار العام في الخطوط العريضة ومن بعد كل واحد عنده خصوصيات نتاعو نهار اللي نلحقوا المستوى نتاع المنافسة يا خويا الله يسهل عليك روح انت اختار وفق القوانين وفق الشروط روح اخترت المرشح اللي انت راك مرتاح له والله يسهل عليك مبروك عليك لكن احنا لحد الان انا قلت لكم انا في نفسي كيفاش راح تتقنعني بهذا التغيير كاين بعض من الناس يقول لك هذه مساله شخصيه شو مساله شخصيه مساله شخصيه انا ما عنديش جواز سفر مساله شخصيه يو مثلي الاف اللي راهم لاجئين في اوطان الناس الناس في الداخل ممنوعة من الخروج والناس في الخارج ممنوعة من الدخول ناس ممنوعة من التسجيل في القنصليات تجي تقول لي انت تقنعني بالانتخابات تقنعني انت بالمسعى نتاعك نتاع التغيير وبعض من الناس يقول لك انت راك تهضر على القايد صالح وما يش عارف واشي وراكم ضد المؤسسة نتاع الجيش وبلا بلا ماناش ضد الجيش تا هذا الإنسان اللي راه درك هو في ثكنة عسكرية انت وشي هو وزير دفاع ماكش وزير دفاع نائب وزير شكون هو الوزير تاع الدفاع من هو نائب وزير منصب تاع وزير الدفاع مكانش اوكي خلينا ما نروحوش ندخلوا في التفاصيل هذه هذه الحكومة شكون اللي عينها؟ عينتها العصابة ولا شكون؟ كيفاش انت رايح تغير العصابة بالحكومة نتاع العصابة؟ فهمنا؟ يا سيدي معليش قال هذه راها حكومة راها في الشونطاج حاكم لهم الشونطاج شكون اللي حاكمها في الشونطاج؟ حاكمها القايد صالح شكون اللي حاكمها في الشونطاج؟ دايرينها وهذا رئيس المجلس الدولة راهو في الشونطاج راهم على بالهم بيه بلي ما يحكم يسوك راهو مريض وكذا ودايرينو ثم برك وهذه مرحلة وكذا إما أنت وشي إما أنت القيادة نتاع الجيش هي اللي راه تحكم أنت درك تخطب لي في كل أسبوع من ثكنة عسكرية ودرك لو كان راهو قال مثلا جا خطاب موضوعي خطاب عقلاني خطاب من أجل المصلحة نتاع البلاد خطاب اللي هو
يبشر الجزائريين بعهد جديد، خطاب اللي هو يخاطب هذه الكفاءات اللي راها موجوده في الخارج، هذه الاطارات كيفاش انت راك راح تقنعها وراح انت تخليها هي انها تجي تدخل للجزائر وتستثمر في الاموال تاعها، ولا تفكر في العوده، ولا كذا ولا كذا. تهضر لي انت التخوين والعصابه، وانت جزء منها، انت كنت منها، من هذه العصابه. الاقل هو انه يتغير الاسلوب تاع الخطاب، كانه يحكي راهو في ثكنه عسكريه، او هذاك شعب، او ماكش راك تخطب انت في ثكنه عسكريه وتخاطب في الجنود، استعد واستريح، راك تخاطب في شعب، راك تخاطب في اطارات، راك تخاطب في كفاءات، راك تخاطب في عقول في الداخل وفي الخارج. بالتالي انت لست مهيئ تخطب في البترول وتخطب في الطبيعه وتخطب في مانيش عارف انا وش هو، انت تا هو المجلس الدستوري، تا هو رئيس مجلس الدوله، تا هو وزير العدل، تا هو كذا وانت هو كذا. انت راك نائب وزير دفاع. التاب للعسكر تاعك، عنده ما دخلك انت في السياسه، ماشي تقولوا انتم لازم انت تحرم في النات في السياسه على الناس. قال انت هذا الانسان اللي راهو دوك مثلا خرج من العسكر ما عندوش الدروه باش يترشح لمده 5 سنوات، وما عندوش الدروه باش هو ينشط نشاط حزبي، وانت داير نشاط سياسي في داخل المؤسسه العسكريه. هذا الجيش هذا اللي انت راك انت تخاطب فيه بهذا الخطاب السياسي، راح تطلب انت من هذا الجيش هو انه ما يتعاطاش السياسه. خمم، ترى خدم انت الراس نتاعك اللي راه معمر بالترفاس والحمل غزال. رانا في 2019 يا القايد صالح، راه الناس راه عند الانترنت، اذا كان انت راك سكرت عليه من نار راه يروح هو لاماكن واحد اخرى وراه يطالع. ما طالعش في الثكنه، لما يروح للدار تاعهم يلقى الخيط نتاع الانترنت ويكونكتي من الدار تاعهم. بالتالي لازم يكون خطاب مقنع، خطاب عقلاني، خطاب منطقي، خطاب اللي هو يخاطب العقل ماشي العاطفه، واللعب على التاريخ وعلى الثوره والاسلام وما على باليش واشي. اذا حنا محتاجين الخطاب عقلي، محتاجين الخطاب عقلاني، خطاب موضوعي. يا خويا الناس تتلاقى حول اطار نتاع عام دون تخوين. جي انت انسان صار لك هذا قايد صالح نابغه، مع انه الناس اللي راهم معاه ما على بالهم به باللي راهم يكتبوا له. تجي انت تتهم في احمد طالب ابراهيم اللي دكتور في الخمسينات، تتهم انت في دكتور علي بن محمد، وتتهم انت في دكتور فلان وفلان وفلان وفلان، تتهم فيهم. وتجي انت انا نثق فيك باللي انت راك تحوس على المصلحه نتاع البلاد، ما نثقش فيك. احنا نحوسوا نشوفوا اشياء يلمسها المواطن على ارض الواقع. نتفق من انه التغيير لن يتم بين عشية وضحاها، نتفق من أنه التغيير لابد من تضافر الجهود نتاع الناس الكل، ولكن لازمك أنت تهيئ هذيك الظروف أنت اللي راها في يدك. أنا ما عنديش، أنا لو كان جات راها الأمور في يدي في 24 ساعة نعلن على التاريخ نتاع المؤتمر، في 24 ساعة نعلن على رئيس حكومة، في 24 ساعة نعلن رئيس لجنة تاع الحوار، في 24 ساعة ندير خطوط عريضة، 24 ساعة 24 ندير خطوط عريضة للخروج للجزائر من الأزمة نتاعها نهائيا، وتشارك الأجيال وتشارك هذه الكفاءات وهذه الإطارات، ويشاركوا هذه الناس اللي راهم في الحراك على مستوى 48 ولاية. ومشي الناس اللي راهم يكتبوا في الخطابات نتاعهم ويجيو يلعبوا على العواطف نتاع الناس. راكم تخاطبوا في ناس يعرفوا الميديا ويعرفوا الناس كيفاش راها تفكر قبل ما انت تسمر على بالي بالراس نتاعك واش راه فيه. جيو نتوما تخاطبوا في ناس حاسبين، اذا كان ما تكلمناش لظروف
بظروف. والله العظيم لو كان جينا رانا نحوسوا على جل فعل الفتنه، قسما بالله انا شخصيا انا العبد الضعيف عندي تسجيلات والله ننشرها قسما بالله، يا كاين بعض الوجوه ما زادوا عادوا يبانوا ومع ذلك هزين هبالهم وخلي فهمت، حوسوا المصلحة نتاع البلاد ماهيش قضية نتاع قال تاع كذا وكذا وكذا، حوسوا على المصلحة نتاع البلاد، حوسوا اخويا تبان وجوه جديدة، وجوه جديدة كاينين كفاءات. كاين الجزائر الآن ترى اللي هي تنتقل فيها من نظام هذا نتاع العصب، هذا النظام نتاع ليكلون، هذا النظام اللي هو خرب الجزائر وعطلها، عطلها من النمو وعطلها في كل المجالات، الى نظام وين انه تبنى فيه دوله نتاع مؤسسات تدريجيا ومرحليا، وعلى بالنا باللي الدوله هذه لا تبنى بين عشيه وضحاها، ولكن لازم يكونوا وجوه جديده يكونوا فيه اطارات ويكونوا فيه كفاءات ويكونوا ناس في المستوى اللي هي تخلي الشعب الجزائري هو انه يثق في هذه المساعي. ماشي تروح انت تعين لي اهل الولاء والله المذبذبين والله الناس اللي يتشراو، يجي واحد كان يسب في هذه اللجنه نتاع الحوار ومن بعد يلاه يحطوه فيها يعشي يعشي، راها اللجنه راها ماشيه على الشعره وراها في الحريه وفي كذا. الاقل اثبت المبدا نتاعك الاقل. اذا نحن نحوسوا على ناس اللي هما عندهم مبادئ، ناس نزهاء، ناس اكفاء، ناس اللي تتوفر فيهم الشروط، انسان عقلاني، انسان ذو اخلاق، انسان ولد عائله، انسان كذا يثق فيهم الشعب ومن بعد تمشي. قضيه ماهيش قضيه تاع انتخابات، انتخابات هي اليه، فهم؟ اليه للاختيار حول القضية اللي راها الناس تستفتى فيها. أي قضية قال لك أنا أرواح شغل عملية تاع السونداج، واش هو الانتخابات؟ الانتخابات هي أنك أنت تختار، ولكن كاين هناك ظروف كيفاش أنت راح توازن لي أنت راه أنت دوك عندك زوج ورقات، ورقه نتا وحده عاهره سمحوا لي، لا ربما راهم كاين بعض الاخوه اللي راهم في العائله تاعهم، وواحده نتا امام ورقه في نفس الورقه ينتخبوا مع بعضها، ورقه نتا واحد عالم ومفكر وجهبذ وفطحل مع واحد الراس نتاعو مضروب بالكاطنه، وتوازن لي انت بيناتهم. وكاين الناس اللي يقول لك انا ما يهمنيش جيب له الاصوات برك ما يهموش، راه دير لي انت التغيير. لازم ظروف، لازم انت تخلق مناخ، مناخ بحيث هو انه انت كاين هناك اجراءات اللي هي تخلي الناس تامن باللي راهو مسعى ويحس بروحه باللي راهو ابن الجزائر. انت ذوك الناس تخاطب فيا انا اللي عندي ذوك الان راني اقترب من 20 سنة، يخاطب فيك وكأنك انت غريب عن الجزائر، يخاطب فيك على اساس انك خائن للبلاد، مع انه هذ الناس هم الخوانة اللي كانوا يدعموا في هذا النظام. لما كنا احنا نتحدثوا على هذا النظام كنا نقولوا باللي راهم مدي البلاد للهاوية، كانوا هم يشدوا فيه، ومن بعدك يطلع لك هو على اساس انه راهو كذا. يا هل ترى هذا الكلام هذا التهم هذا التلفيق راه راح يخليني انا نثق في المسعى نتاع هاد الناس؟ نثقش، انا اول الناس لا اثق في المسعى نتاع هاد الناس. اعطينا لكم فرصه الان 8 شهور وكان من المفترض هو أنه نشوف أشياء تجسد على أرض الميدان من خلال الأفعال، شوفوا وجوه جديدة، شوفوا إطارات، ولكن أنتم راكم رايحين تعاودونا وجوه اللي راح تعاود هي تعمل على تجديد هذا النظام.
سواء كانت من الصف الثاني أو من الصف الثالث أو من الصف الرابع. المهم راح تعود نفس الوجوه. بالتالي حتى باش نختصر الحديث وباش نختم هذا اللقاء، أنا من المقتنعين بضرورة تأجيل الانتخابات والشروع في إجراءات من بينها رفع كل المضايقات على هذ الناس اللي راهم موجودين في الخارج، لا سيما المعارضين، وتسهيل ظروف تاع العودة لهم، إطلاق سراح المعتقلين اللي تم الاعتقال تاعهم في هذا الحراك من غير المتورطين مع العصابة، إطلاق سراح المساجين اللي تم الحكم عليهم في الإطار هذا نتاع الفيس ونتاع كذا، إعادة المفصولين من العمل تاعهم لأسباب سياسية، وتهيئة الظروف من خلال فتح حوار وطني، ومن بعد تمشي الناس واحدة واحدة على جال باش تبني الناس مع بعض جمهورية جديدة. وإن فعلتم ذلك فستأتي الأجيال وتسجلكم في التاريخ، وتذكركم الكتب والشهادات. إذا لم تفعلوا ذلك فتأكدوا من أنه راكم رايحين تخرجوا بالكتبيات، بل تخرجوا حتى بالرصاص. وأنا متأكد ومتيقن من أنه راهم كاين ناس اللي راهو يجي النهار اللي ما ينفعش معاهم هذاك الكلام، خطر له انتم راكم تغلقوا في الأبواب، وخاصة من الناس اللي راهم في الخارج اللي راهم يطرطروا اللي راهم يهدوا في الناس وكذا، راه يجي النهار في الطرقات. والله أنا متأكد ومتيقن أنه يحكموكم الناس في الطرقات ويمرمدوكم في الطرقات، يمرمدوكم في الطرقات. ناهيك على ذيك نتاع حرق السيارة تاعه وحرق البيت تاعه، ولي أنا متأكد من أنه هذا الخطاب تاعكم، هذا نتاع الرعونة، هذا نتاع التخوين، نتاع التخويف، نتاع التشويه نتاع الناس، ستدفعون الثمن تاعه. محتاجين إلى تغيير تاع أسلوب، تغيير تاع خطاب، وممارسات اللي يلمسها المواطن على أرض الواقع، من أنه الجزائر للجميع. أما يجي واحد يحط روحه من أنه هو راه وطني من صنف العربي بن مهيدي، هو خائن، يلبس لي قناع نتاع العربي بن مهيدي أو نتاع مصطفى بن بولعيد أو نتاع كذا. مصطفى بن بولعيد ما كانش يحقر في الشعب تاعو، ما كانش يحقر في المواطنين، كان يضحي من أجلهم، والتضحية مش بالهضرة. فهمت؟ حنا لو كان شفناكم رجال أول واحد يقف معكم، لكن ما كمش رجال. هذا الإنسان أنا اللي يمنعني من جواز نتاع السفر تاعي، اللي يمنعني على جال باش أنا نحضر للزفاف نتاع بني، الإنسان اللي يمنعني على جال باش أنا نشوف العائلة نتاعي ونطمن على بعض المرضى، ونشوف أنا نعزي خاوتي وبني عمي في الناس اللي يموتوا لهم وكذا، هذا أنا نثق فيه على جال باش يبني الجزائر. لا أثق فيه، هذا إنسان خائن، إنسان مجرم، إنسان ما ينفع معه حتى كلام. هذه باختصار كلمتي، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.